السلام عليكم اخوانا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد خوتي، راح نطلعوا على فروخه تاع لي كاناري، راح نضربوا فيهم طلع خوتي، نشوفوهم بعد اسبوع من فقس البيض. ما شاء الله خوتي، ما شاء الله تطورت الفراخ كثيرا بحمد الله. راح نضربوه طلع الى راهم كاليين. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله خوتي، فراخ تطورت. ما شاء الله، الله يبارك خوتي، ربي يبارك ويبارك لنا ويبارك لكم ان شاء الله. طورت بزاف بعد اسبوع خوتي. الى فيديو اخر بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. كالسؤال خوتي، خلونا كومنتير تحت نجاوبكم عليه فيما يخص طيور الكناري خوتي.